السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنا قدامي سيكونس بالشكل ده وعايز أكتب explicit formula تولد السيكونس ده، فأنا هشوف أول عنصر عندي بناقص 31، وكل مرة هتلاقي إن أنا بزود 4، فناقص 27 و4 تبقى ناقص 23، ناقص 23 و4 تبقى ناقص 19، وهكذا. فلما نيجي نكتب السيكونس هنقول الحد رقم اس ان هيساوي اول حد عندنا اللي هو ناقص 31 زائد مقدار الزياده بتاعتي في كل مره اللي هو الاربعة في الان ناقص 1. لما نيجي نختصر ده يبقى ناقص 31 وناقص 4 يبقى ناقص 35 زائد 4 ان، وهنقوله طبعا الان هتتراوح ما بين الواحد لحد 1 2 3 4، فيبقى من 1 لحد 4. لما نيجي نطبق ده على البايثون بصوره مباشره على طول هنكتب الاس هتساوي، هنعمل سيكونس هنقول له هنا اللي هي المعادله بتاعتنا ناقص 35 زائد 4 في ان، وهنقول له فور الان ان رينج من 1 لحد 4، فهنبقى هنا من 1 ل 5 عشان ال 5 مش معايا، واقول له هنا برنت الاس اف 5